العراق ينتفض رفضا لإيران، هذه الجاثمة على صدور العراقيين. هتف المحتجون في قلب بغداد مطالبين إيران بالخروج من بلادهم، أحرقوا علمها، فكان الرد بالرصاص الحي وأودى عشرات القتلى وأسقط جرحى أيضا. إيران حسب عدد من المتنفذين خط أحمر في العراق، لكنها ليست كذلك من وجهة نظر الشعب. عملاء إيران، الفصائل المسلحة الموالية لها وحتى سفيرها في بغداد باتوا جميعا في مرمى نيران المحتجين. فما هي القرارات التي اتخذتها أذرع طهران في بغداد وأشعلت غضب الشارع؟ سنتابع ونجيب عن أسئلة كثيرة بعد هذا التقرير. بلغ السيل الزبا، فخرج العراقيون ليذكروا من بعد ومن قرب، صديقا كان أم عدوا، بأن الفساد استشرى في أركان بلادهم ووجب التظاهر حتى يكف المتلاعبون بمصير الشعب عن فعلتهم. إخراج إيران من العراق بمعنييه الحرفي والمجازي يكفي على الأقل لإنقاذ المسؤولين من سطوة قوى الخارج ليتحرروا مقدمين مصلحة بلادهم على مصالح غيرها، فلا يخوضون معارك بالوكالة ولا تستخدم موانئهم بحرية وجوية لخدمة أهداف أجنبية، ولا يستغل الطامعون أموالهم وثرواتهم حد الهلاك. الدعوة لإخراج إيران ليست شاذة عن السياق، والعراقيون أدرى، فعلامات الاستفهام تتطاير كلما أحيل مدني أو عسكري إلى التقاعد أو ما شابهه، ليس تقصيرا بل تدبيرا، تدبيرا من عاصمة غير بغداد، وفي حالة اللواء عبد الوهاب الساعدي ذي الشعبية الواسعة مثال على دور خفي لتنحية من لا يوافق أهواء طهران. الدعوة لإخراج إيران ليست سوى صوت شعبي يردد ما أقر به مستوى رسمي عندما رفض دعوة من السفير الإيراني في بغداد تضمنت تهديدا باستهداف قوات التحالف، تهديد استدعى استدعاء السفير، وبذات القدر أكد مدى تغلغل بلاده في العراق تشريعيا وتنفيذيا وعسكريا. الدعوة لإخراج إيران ليست وليدة اللحظة، لكن تشديد العقوبات ضيق سبل النجاة، فكان العراق طوقا تمر عبره سياسات ورسائل كما يمر النفط الإيراني في أراضيه، لكن التهديد باستهداف حلفائه بدا كقشة قصمت حاجزا ففاض غضبا شعبيا لا يبدو لإرضائه سبيلا سوى استعادة السيادة، وإن كان الثمن باهظا من حياة شبابه. بسرعة كبيرة تدهورت الأوضاع الأمنية في العاصمة العراقية بغداد بعد تحول مظاهرات سلمية إلى اشتباكات دامية سقط فيها قتلى وجرحى. ظروف استثنائية استدعت فرض حظر التجوال، تشهد المدينة تهديدا أمنيا حتى في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، حيث سمع دوي انفجار نتيجة قصف صاروخي وفق مصادر أمنية. ووفقا لتلك المصادر فإن صاروخا أطلقته جهات مجهولة سقط قرب السفارة التركية في المنطقة التي تقدر مساحتها بنحو 10 كيلومترات مربعة، كانت تعرف سابقا باسم كرادة مريم وتقع في وسط بغداد. أفادت المصادر بأن صاروخا آخر سقط قرب جسر الحارثية على نهر دجلة في محيط المنطقة الخضراء. أيضا تعتبر هذه المنطقة من أكثر المواقع العسكرية تحصينا في العراق، وهي مقر الدولة من حكومة وجيش، إلى جانب كونها مقرا لمنظمات ووكالات حكومية وسفارات أجنبية أيضا مختلفة كسفارة الولايات المتحدة الأمريكية. نتوسع أكثر في الحوار. ينضم إلي من عمان الدكتور مؤيد الونداوي، أستاذ العلاقات الدولية، ومن المنامة عبر الهاتف الدكتور أحمد الأبيض المحلل السياسي العراقي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك الحوار أستاذ الونداوي، هل هناك من يحاول خلط الأوراق؟ نلاحظ ذلك يعني لربما من تصريحات الكثير من الساسة العراقيين بأن هناك مندسين، يعني هناك من يحاول الدخول بين المتظاهرين مستغلين، هذا أثار كثيرا غضب الشارع، أثار كثيرا غضب المحتجين اليوم، وبين من يحاول أيضا تعليق ما يجري على شماعة الإرهاب باستهداف المنطقة الخضراء
أليس كذلك دكتور مؤيد؟ يعني أمر طبيعي، السلطات الحكومية والأجهزة القمعية تلجأ لتبرير هذا الاستخدام المفرط للقوة ضد الشباب العراقيين الشبان الذين خرجوا من أجل احتجاج على الواقع المأساوي. ولاحظنا أن التظاهرات الأولى والمبكرة على شدتها لم تتعرض الممتلكات العامة والخاصة إلى أي اعتداء حتى الآن في العاصمة العراقية، ويخرج يوميا مئات الألوف في عموم العاصمة، وليس من إبلاغات عن أي تعرض من هؤلاء الشباب إلى الممتلكات العامة والخاصة. بالمقابل هنالك عملية واضحة لأجل يعني وضع حالة من اللوم على هؤلاء الشباب من خلال الادعاءات الكاذبة أو اختلاق هجمات هنا وهناك خصوصا في مناطق جنوب العراق لحرف هذه الاهتمامات لدى الشباب وجعلها أن هنالك مدسوسين وعملاء وأزلام نظام سابق، بل حتى اتهامات سخيفة إلى دور السفارة الأمريكية في إثارة هذه التظاهرات. في المقابل نجد أيضا من يدعم الحكومة مع الأسف حتى الآن لم يجرى أي من الساسة في المنطقة الخضراء، ولم يجرى أي من النواب 329 أن ينزل إلى هؤلاء الشباب، لأنهم يدركون جميعا أنهم سيكونوا في قمامة المزابل في وسط العاصمة. بنفس الوقت الجمهور غاضب على سكوت الزعامات الدينية بمختلف ألوانها وعمائمها. الآن العاصمة والشباب أكدوا اليوم عدم طاعة حالة فرض التجول، وفي هذه اللحظة التي نتحدث عنها تنتشر القوات بكثافة كبيرة. ما يقلقنا حقيقة هو الدور وكلاء إيران في هذه العملية الجارية ضد هؤلاء الشبان. إذا سمحت معلوماتنا تشير أنهم استلموا الملف لقمع التظاهرات منذ يوم أمس. دكتور مويل، نعم تفضل. تمام سنتطرق أكثر ونتوسع أكثر في هذه النقطة بعد قليل. محمد العكيلي الباحث السياسي ينضم إلي من بغداد، أشكرك لتلبية الدعوة. أستاذ محمد سأتوسع معك في الحوار بعد قليل، ولكن يعني لنا ود أن أترك أستاذ أحمد الأبيض أكثر في الانتظار. هل نستطيع القول اليوم أستاذ أحمد بأن الأحزاب الشيعية فشل رهانها بأنها ستتجاوز غربال الإسلام السياسي، وبدأنا اليوم مرحلة تراجع الأحزاب الشيعية؟ تفضل أستاذ أحمد، السؤال لك ضيفي من المنام. نعم تحياتي لك وضيوفك الكرام والجمهور العراقي. الحقيقة احنا يعني عندما نقول للجمهور العراقي الواسع الذي ينتظر ليس تحليلا صائبا، وانما توجيها في نفس الوقت في الحراك الذي انتج معادلة حقيقة جديدة. اولها واهم نقطة في عمق هذا الحراك انه ضرب المقدس الذي كان يهيمن على العقل الجمعي ويقود المجتمع العراقي للأسف بالعقل الجمعي الذي يقدس أناس وشخصيات ومرجعيات. وأبرز الدلالات على ذلك أن هذا الخروج بشكل عفوي لم يخرج كالمعتاد في كل التظاهرات اللي شاهدها العراق في هذا الزمن الحديث. خرج في منتصف الأسبوع ولم يكن خروجه في يوم الجمعة، وهذا يؤكد على أنه هذا التحرك كان مدروساً، وكانت هنالك أسباب عدة متراكمية آخرها كان الصفقة التي أنا أسميتها الصفقة الحقيقة التي أخرجت المهندس في قبال الفريق الساعدي. هذا البطل القومي الذي بإخراجه بهذه الطريقة كانت مس لكرامة المواطن العراقي الجائع والهائم على وجهه والفاقد لمستقبل ووطن يحتويه. لذلك محاولة شيطنة التظاهرات من قبل إيران ووكلائها اعتقد قد تفلح إلى حد ما، لكن لن تطفئ هذه الجذوة. تأسس هناك في العراق معادلة ومشروع جديد هو الرفض الشبابي والشعبي العارض. كيف يمكن أستاذ محمد ضيفي من بغداد اليوم إخراج السلطة في العراق اليوم، الحكومة العراقية، من دائرة الاتهام بأنها تحاول شيطنة الاحتجاجات؟ يبدو أن أستاذ محمد
لا يسمعني. لك السؤال دكتور مؤيد، اليوم كان هناك اجتماع سنتوجه بنفس السؤال بعد قليل الأستاذ محمد عندما يعود إلينا بالسمع. كان هناك اجتماع للرئاسات الثلاث، وهناك كان عدد من قادة الكتل البرلمانية، وصدر العديد من القرارات اليوم من خلال هذا الاجتماع الذي أخذ وقتا قصيرا وخرج يبدو على ما يبدو بحل كل هذه القضايا. ماذا كانت تفعل السلطة خلال عام كامل اليوم، لربما يعني بعد أيام قليلة فقط بقي لأن تطفئ شمعتها الأولى؟ ما رأيك دكتور مؤيد، ماذا كانت تفعل وكل ما طرح من حلول هو مكتوب في برنامجها الانتخابي يعني منذ قبل عام؟ دكتور يعني منذ انطلاق التظاهرات لغاية اليوم صدرت ثلاثة تصريحات. الأول من مكتب رئيس الوزراء كان تصريحا إنشائيا يتحدث عن إنجازات راعية للحكومة في حين التظاهرات في الشارع، ويبدو أن من كتب هذا التصريح لرئيس الوزراء لا يدرك ماذا يجري. التصريح الثاني أيضا جاء مساندا للتصريح الأول من اجتماع مجلس الأمن الوطني، وبالتالي وجهوا اللوم للجماهير وتعرضوا لها وأدانوها دون أن يقدمون لها شيء. ثم جاءت فكرة الاجتماعات الثلاث أو اجتماع الرئاسات الثلاث، وهي طريقة يلجأ إليها رئيس الوزراء. هؤلاء الثلاثة لا يملكون أي شيء بوسعه أن يقدموه للجماهير من الشبان سوى الوعود التي تقول أننا سنقيم كتلة برلمانية كبيرة إصلاحية في البرلمان. يا سيدي، من لديه القدرة على إصلاح إقامة هكذا كتلة ينسى أنه يتلاعب ببرلمانيهم؟ طيب. ويدين البرلمانيين وأنهم لعب بيد هؤلاء السياسيين. طيب. إننا سنشرع مجلس الإعمار. ألا يعلم الجميع؟ طيب. أن العراق وميزانية العراق منهوبة؟ ألا طيب. يعلم الجميع أن العراق مدين؟ طيب. بأكثر من 120 مليار دولار نهبت؟ ألا يعلم طيب. الجميع أن إيران تحاول أن تنهك الاقتصاد العراقي طيب. لصالحها وصالح صراعها الإقليمي؟ طيب. الجميع يعرف هذه الحقيقة، وبالتالي لا نتوقع طيب. أن الجمهور مقتنع، ويدل هذا من إصراره طيب. على تواجده طيب. في الشارع طيب. في هذه اللحظة. طيب، إلى أن يكتمل يعني الاتصال مع ضيفنا أستاذ محمد العقيلي من بغداد، يعني صاحب الاتصال مع الدكتور محمد، أجدد الدعوة مرة جديدة، وبوجود حضرتك أيضا دكتور مؤيد والدكتور أحمد الأبيض، يعني يبدو أن الدكتور محمد أستاذ محمد صار جاهز معنا الآن من بغداد. أود أن أجدد الدعوة قبل الحديث مع حضرتك أستاذ محمد، يعني لمن يستمع إلينا من السلطات العراقية، من المسؤولين العراقيين، تفضلوا بالاتصال بنا، نود أن نطرق أبوابكم. حاولنا كثيرا وما زالت يعني المحاولات حتى اليوم تجري للتواصل معكم للرد ويعني أخذ وجهة النظر في كثير مما طرح من الملفات التي طرقت الحرة بابها، والتي تعاني اليوم وتعاني الحرة يعني من تضييق كبير للعمل في بغداد. هل تسمعني أستاذ محمد ضيفي من بغداد؟ أستاذ محمد تسمعني؟ أيضا مرة جديدة لا يسمعني. برأيك اليوم دكتور مؤيد، نفس السؤال الذي طرحته قبل قليل للدكتور أحمد، هل هناك فشل للأحزاب السياسية الشيعية؟ بدأنا نرى انحدارا فيه هذه الفترة اليوم، ولم تستطع تجاوز غربال الإسلام السياسي في العالم العربي. هذا السؤال وجهته قبل قليل للدكتور أحمد، وأود أن أخذ وجهة نظرك فيه. يعني تحياتي لصديقي العزيز الأستاذ أحمد. نعم، نحن متفقين منذ وقت مبكر إلى إخفاق الأحزاب الدينية السياسية، ليست فقط الشيعية وإنما أيضا غيرها من أحزاب سواء سنية ولا مسيحية تتحالف مع هذه الميليشيات أو تلك. هؤلاء أحزاب تآمرت لسرقة ثروة البلاد وسرقة العملية السياسية بأشكال مختلفة، يتقدمها تزوير الانتخابات والتدليس القوانين للبقاء في السلطة والحصول هم وأسرهم ومن معهم على المكاسب والمغانم. يفسر هذا حجم الجياع الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل، الذين يريدون المستقبل المزدهر للعراق. وبالتالي الإسلام السياسي اليوم
مستقبله بات واضحا في العراق. لقد حاربوا الأفكار المتمدنة المتحضرة الليبرالية الحقيقية التي يفهمها العراقيين بحكم تفكيرهم الاجتماعي العميق القديم في منطقة حضارية هي العراق. وبالتالي هذا وضح لنا أكثر فأكثر عن فساد رجال دين كثر عبر أستاذ محمد معنا الآن عم يسمعنا وبعضه عم يسمعنا أستاذ محمد، اعذرني قاطعتك، بقي قليل من الوقت، عم تسمعني حضرتك أستاذ محمد ضيفي من بغداد؟ لا تسمعني. طيب إذا لا يسمعني أستاذ محمد حاولنا مرارا. طيب أنت ما زلت معي على الهاتف دكتور احمد، يعني لربما دقيقه واحده فقط متبقيه اذا سمحت لي. هل تعتقد بان يعني هناك محاوله لتأطير الحوار، محاوله للقضاء على الحوار من خلال التأطير؟ هناك دعوات كانت، هذا سؤال نطرحه منذ بدايه الحلقه، برايك هل الدعوه اليوم الى ايجاد ممثلين من الحراك تعني نهايه الحراك اذا بدا حوارا مع الحكومه؟ القوى الوطنية الخيرة تحاول إيصال صوتها، وللأسف الإعلام بدأ يقمعه، يعني للأسف لم تعطنا الوقت، يعني للأسف جدا، يعني أنا الحر أعتز بها. لا سامحني لي أقول لك، لا لا أنت أخ 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 لا أخ أخ أحمد سامحني، الوقت هو أدركنا. طيب أنا أعدك، أنا أعدك دكتور أحمد، لا أنا أعدك، تسمح لي صحيح أنا معك ولكن أنا معك، ولكن يا أستاذ أحمد اسمح لي، عادة تلفزيونيا حضرتك على الهاتف، حاولنا يعني أن نحاول أنه أستاذ محمد يكون معنا أيضا، ولكن لك وعد مني يا دكتور أحمد، صبرا جميلا، لك وعد مني أن تأخذ وقتا أكثر وأعوضك في مقابلة أخرى. احنا محاربين الحقيقة، بعد دقيقة تفضل. القوى الخيرة بالعالم تقف معنا للقضاء على هذا الاستهتار بالقيم العراقية وسلب حق الشعب العراقي، وكنا يعني نعتقد من تبقى من الإعلام أن ينتصر للشعب العراقي وأن يخرس الأصوات التي للأسف، يعني أنا لا أقصد هنا أحدا، كثير من الإعلام فتح مساحة للحكوميين والمنتفعين من الحكومة وأحزاب السلطة التي يعني عاصت بالأرض فسادا، وبالتالي هم يحققوا المشروع الإيراني في العراق. وللأسف كل الصوت الوطني، تحياتي للدكتور مؤيد، الصوت الوطني الواعد، ولذلك هذه رسالة من خلال الحرة الحقيقة، أن يكون نصرة للشعب العراقي من خلال فتح كل المنابر الإعلامية. نعم عظيم دكتور أحمد، الأحزاب التي تحدث عنها والله خلص الوقت. انا خجلان منك جدا والله يا دكتور احمد، سامحني، وانا اضم صوتي الى صوتك. نحن مره جديده نجدد الدعوه للمسؤولين العراقيين، لمن يشاهدنا الان، طرقنا ابوابا كثيره، فتحنا ملفات كثيره في العراق، رجاء من المسؤولين العراقيين، لمن له القدره مباشره الاتصال بنا حتى نجلس ونتحاور فيما طرحناه، ويعني نلبي رغبة الدكتور أحمد بأن نفتح الباب للجميع اليوم بالحوار. أود أن أشكرك دكتور أحمد، وأعذرني أرجوك، أحمد الأبيض المحلل السياسي العراقي، سأقوم بتعويضك في مقابلة لاحقة، هذا وعد. ومن بغداد محمد العكيلي، مع أن يعني لم نسمع صوته لصعوبة الاتصال، الباحث السياسي، شكرا لك. من عمان أيضا الدكتور مؤيد الونداوي، شكرا لك أستاذ العلاقات الدولية، شكرا لكم.